متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم في بث مباشر جديد من الاسكندريه. معاكم اسماء اسماعيل. طبعا احنا النهارده موجودين في مزرعه هيثم، مزرعه الغزلان. جايلك هتقولي هروح له نعرف منه ايه حكايه تربيه الغزلان، ويعني تفاصيل العيشه معاهم. وزي ما احنا شايفين يعني من النادر لما بنلاقي حد بيربي حاجة غريبة، سواء غزلان أو نعام. هنروح له ونعرف منه الحكاية. أنا برحب بيك، كلمني بقى عن تربيتك للغزلان. بدأت إزاي؟ يعني بدأت، أنا أساسا غاوي التربية، فيعني ربيت كل حاجة الحمد لله، بس جت معايا بقى في الآخر إيه، حاجة نادرة وحاجة مختلفة. إن يعني محدش كأكل عيش، يعني محدش يبوظك فيها، مفيش حد يعتبر، أنا في اسكندرية اللي بربي الحاجة دي. فأنا يعني اخترت حاجة نادرة وحاجة مختلفة وحاجة جميلة في نفس الوقت، يعني كفاية تبقى واقفة كده تتفرج عليها وتاكل وتشرب، وحاجة يعني نادرة، محدش يعني حاجة مميزة، يعني حاجة مختلفة وحاجة محدش يبوظك فيها في بيع أو شراء أو كده يعني. طب كلمني بقى عن تربيتهم، ازاي بقى بياكلوا ايه، بيشربوا ايه؟ بياكلوا زي لمعاصر غنم بالظبط، يعني خضره زي برسيم، دريس حجازي، حاجه اسمها عرش سوداني، العلف انا بعلف للذكوره بس، عشان في مطاعم بتاخد مني، مثلا في جزارين بتاخد مني، فالذكر لما يتعلف بيدي لحم طبعا، و اللحمه طبعا بتبقى طبعا طعمها متغير، ويعرف يدي ميزان معايا على الميزان، لان انا ببيع ميزان، محدش بيبيع ميزان اساسا في الغزال بالذات يعني. طيب خلينا نشوف كده، يعني انا شايفه ان ده مختلف عن الباقي، قرونه مثلا، ايه اللي الفرق بقى؟ دوت يعتبر كبير العيله، اللي هو ده مغز الذكر بتاع النتايات. هو الذكر بيبقى طالع له قرون زي ما حضرتك. وبعدين بصي، هو الايام دي عشان موسم تزاوج شهر 9 الجاي، فبيبدأ يحك القرون بتاعته دي كده في أي حاجة لحد ما يخليها، بصي بيطلع الجلد دوت، بيخليها على العظم دوت. أيوه. ده ذكر برضو بس لسه صغير، اللي هو بقرون ده. أيوه. دول نتايتين، النتاية ملاش قرون، بتعلاش قرون زي ما احنا شايفين كده شكل النتاية. كل حاجة فيه، وده ذكر صغير، ممكن ما ينفعش أقرب كده. ده ذكر عمره 15 شهر. 15 شهر. الذكر الكبير دوت عمره 3 سنين. ثلاث سنين. وبعدين كل حاجة فيه بتتباع، لمؤاخذة القرون ديت، يعني في ناس بترن عليها من الجيزة ومن آخر الدنيا تيجي تاخد قرون. طب بتعملوا بيها إيه يا جماعة؟ قالك بنعملوا بيها سبح قيمة، بنعملوا بيها أنتيكات. كل حاجة فيه بتتباع، يعني غير الغنم الجلد بيترمى، الراس بيترمى. ده الجلد بتاعه طبعا بفلوس وليه زبون. القرن بتاعه بفلوس وليه زبون. حاجة جواه اسمها مسك الغزال، دي حاجة طبعا عطر غالي وبتباع بالملي. مش بالسنتي، بالملي. فكل حاجة فيه بتنزل بفلوس يعني. مش حاجة فيه بتترمى خالص يعني. يعني كلمني بقى عن التربية، أحسن للذكورة ولا للنتايات؟ بصي، هو يعني كل واحد، يعني في مثلا واحد عايز يعمل مشروع بمال، برأس مال قليل، اللي هو بيجيب ذكورة ويعلفها ويبيعها للمطاعم، للجزارين، ده كده، لأن الذكر سعره اقل من النتاية. في بقى اللي عايز يعمل مشروع مثلا في راس مال كبير، اللي هو طبعا يجيب ذكوره ونتايات، يعني ذكر، كل ذكر بيتجوز لحد 8 نتايات. ايوه. يعني هو مقدرته بقى يجيب له نتايه 2 3 5 حسب مقدرته. ايوه. فكل واحد برده امكانياته، اللي عايز يعمل مشروع مثلا، حاجه مشروع مثلا راس مال قليل، يجيب ذكوره ويعلفها ويطلعها مثلا للمطاعم، للجزارين. انما الراس مال كبير، اللي هو مثلا يجيب نتايات مع ذكر مثلا، كل ذكر بيتجوز لحد 8 نتايات. يعني نقدر نقول ان الاغلى النتايات. الاغلى النتايات زي ما انت قلت. يعني طبعا هي بتجيب طبعا. يعني انتوا ايه العمر الافتراضي بتاعهم، سواء نتايه او الذكر؟ لحد ما يكبروا يعني. يعني مثلا اقصى عمر يعيشه لحد. لا، دي حاجه ربنا بقى. يعني مثلا ايه اغرب او اكبر غزاله قابلتها؟ كان عندها كام سنه؟ يعني مثلا انا شفت حاجه عندها مثلا، اللي انا شفته برضو مش كبير قوي، يعني شفت لحد 5 6 سنين. الحاجه دي بتقعد لحد 10 و12 سنه.
وبتتجوز او بتبلغ مثلا من سن سنة ونص، يعني سنة ونص يبدأ سن البلوغ بتاعها. يعني الذكر ده لسه ما كملش سنة ونص، لسه ما بلغش. ده لسه، ده يعتبر سنة وثلاث شهور. لسه شاب، ده عيل صغير ده. وده برضو لسه شاب برضو، ده يعتبر ثلاث سنين. ايوه. ونتايا صغيرة دي عندها دي؟ النتايا دي برضو 15 شهر، دي برضو يعتبر اول شغل لها الموسم دوت. بصي على الصورة ازاي، عسل. والنتايا برضو دي اول شغل لها برضو. طيب بتسميهم بقى اسامي وعارفين اسميهم ولا لا؟ لا ما مسميتش. ايوه. يعني زي ما احنا شايفين، ايه اللي بيتعبك اكتر يعني، النتايا ولا الذكر؟ عشان بس الناس تبقى عارفه. والله هو مفيش حاجه متعبه، هو يعني ايه اهم حاجه يبقى المكان امين عليهم، لان الحاجه دي لو جريت محدش يعرف يجيبها. ايوه. اهم حاجه يبقى المكان امين. يعني حتى احنا شايفين شكل. طيب انا عايز اسالك على السؤال، الغزال ليه انواع؟ في انواع منه؟ طبعا طبعا، ده اسمه غزال اوروبي. اوروبي. في بقى اللي هو بتاع الصحراء، طبعا ممنوع تداوله، الحكومه منعت تداوله لان دي فصيله بتنقرض. فممنوع تداوله بيعه او شراء او كلام منه. انما ده الاوروبي دوت، وبعدين ربنا عطيله مناعه سبحان الله، يستحمل سقع، يستحمل حر، يستحمل كل حاجه. ايوه. وملوش حاجه اسمها تحصين زي الخرفان وال، لا دي ربنا عطيله مناعه قويه من عند ربنا يعني. دايما بيقولوا على عيون الغزلان من اجمل العيون. ما هو يعني زي ما احنا شايفين كده، يعني حتى شكل ما شاء الله ذكر او نتايا ما شاء الله عليهم، يعني طبيعه جميله. سبحان الله، يعني سبحان الخالق. دي حاجه بتاعت ربنا يعني سبحان الله. في سؤال جاي لك، الغزال فيه منه خطوره في التربيه؟ يعني هل هو خطر؟ لا لا، كموت يعني حد يقلق حاجه تموت عنده؟ لا يعني على الناس اللي، لا لا لا، ده هو جبان اساسا. هو يعني تديله الامان بس ما تجيش جنبه، ما تمسكهوش، هتمسكيه هيتعفرت ويخش في الحيطه يعني بص اهو مفيش حاجه. ايوه. انما هتيجي تقربي منه عشان تمسكيه هيتعفرت. ايوه. انما هو يعني ما بيحبش حد يمسكه. هو مش مؤذي، سيبه في حاله بس. ايوه، سيبيه في حاله واكليه وشربيه، يعني زي ما شفت حضرتك انا بديله العيش ببوق. ده احنا عايزين نشوف بقى تاني. حاضر. ثانيه واحده بقى. ماشي. في ناس بتسأل الأسعار بتتراوح من كام والوزن قد إيه؟ يعني أنا ممكن أقول بتباع بالكيلو. يعني أنا بطلع مثلا للمطاعم أو للجزارين الوزن بالكيلو، مثلا حاجة زي الجواز صغير ده مثلا. ده مثلا يعني يتراوح مثلا في حدود من 35 ل 40 كيلو. أنا بطلعه قايم ب 650، قايم يعني زي ما هو كده. هو كمذبوح الجزارين بتبيعه ب 1000 و1100 للكيلو. الكيلو مذبوح. الفرق برضو بين البال 1000 وايه الفرق بين 1100 برضو انا بجاوبهم. ال 1000 اللي هو حاجه كبيره زي كده. ايوه. 1100 اللي هي الحاجه الاوزي بقى اللي هي الثانيه ديت. مذبوح. فهمتك. ايوه. وبعدين الجزار اللي بياخد كل حاجه فيها بيبيعه، بقول لحضرتك الجلد بيبيعه. القرون. ايوه. واصله معايا؟ في اللي هو المسك الغزال جواه، طبعا هو المعده برضو، كل حاجه فيه يعني ما شاء الله بتتباع يعني. ان شاء الله. يعني انا بشكرك جدا. الله يبارك فيك. وربنا يخليك. من مزرعه غزال اوروبي في الاسكندريه ان شاء الله. طبعا يعني اللي عاوز اي حاجه انت طبعا هتسيب رقمك في الكومنتات. بشكرك جدا. متابعينا الكرام بشكركم والى اللقاء.